السنة دي سنة جديدة، وطبعا احنا بنقول الكلام ده كل سنة، بس خدها مني، افرد جناحاتك. في مثل انجليزي اسمه Fortune favors the bold، الرزق بيفضل الشجاع. خليك شجاع وافرد جناحاتك. كم مرة قلت ان انت هتروح الجيم وتخس وسخنت كده اول السنة لمدة اسبوعين وخلاص نفضت؟ كم مرة قلت هتفتح مشروع البيزنس بتاعك وسخنت برضو اول السنة ونفضت؟ كم مرة قلت هتقرب لربنا وهتبقى بني ادم احسن، بس بعدها اسبوعين لقيت نفسك على النت داخل بتشتم في حد؟ ما تضيعش وقتك في حاجات تافهة ملهاش اي قيمة. ما تضيعش وقتك في اعلام سخيف، جدال سخيف، حاجات سياسية ملهاش اي معنى. رأي الناس مش هيعمل اي فرق في سياسة البلد. نفس الحاجة في مصر، نفس الحاجة في الدول العربية. خليك في حالك وركز في شغلك، ركز في موهبتك اللي ربنا مديها لك. تخيل، من غير مش عايز اضايق حد بس استحملني دقيقتين، تخيل لو انت الخالق وخلقت نسر ولقيته عايش زي الفرخة، مش هتتضايق؟ مش هتقول له يا ابني انا خلقت لك جناح، كل جناح مترين، وانت عايش زي الفرخة ليه؟ هو نفس المنطق بالظبط. ربنا مديك مواهب، بتضيع وقتك ليه بدل ما تعرف موهبتك ايه؟ دور على موهبتك، اعرف موهبتك ايه. ليه بتضيع وقتك في النت في حاجات مش هتفيدك؟